ما فيش شك يعني، اولها الثلاث نقاط بتوسع الفارق لاقرب منافسيك اللي هو بيراميدز 4 نقاط دلوقتي، ولسه ليك 4 ماتشات مؤجله. فان شاء الله يعني بدون مقاطعه ان شاء الله النادي الاهلي بطل الدوري هذا الموسم، وبقى عنده كل الفرص انه يدي للمجموعه حتى اللي بعيده شويه انه ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها، او اللي ما عندوش الثقه تجيله في الماتشات اللي جايه. طبعا انك انت النهارده اضعت كم الفرص الكبيره دي، كل يعني يمكن دي كانت اوضح حاجه في الشوط الثاني كل الكباتن اتكلموا عليها، لكن زي ما انت قلت المكاسب كانت كتيره. يعني علي لطفي النهارده كان واقف على رجله، ادى بشكل في ثبات، بيطلع توقيتاته كويسه في الخروج من المرمى، كان عنده ثقه حتى لما الكره بترجع له في الباص بالقدم، فادى بشكل كويس. لعب مصطفى شوبير في الدقيقه 77 بعد اصابه علي لطفي، برضو شفنا مصطفى، صحيح الاختبار عليه ما كانش كبير لكن كويس انه برضو لعب وخد. في مجموعه كانت بعيده عن المشاركه زي السوليه الفتره الاخيره، قفشه، القندوسي برضو لعب، طاهر يعني لعب 5 6 دقائق، ومع ذلك كان ممكن يجيب جون او اتنين. يعني النهارده زي ما الكباتن اتكلموا انه كانت اوضح حاجه انه تقريبا كل اللي كانوا في الملعب سواء اللي ابتدوا الماتش او اللي نزلوا كبدلاء كلهم يعني توفرت لهم الفرص انه يحرزوا اهداف، يعني طبعا باستثناء حارس المرمى اللي هو شوبير. يعني عبد القادر وهو موجود جاله اكتر من فرصه كان ممكن في حاجات يمررها للي جنبه كانت تبقى هدف سهل. شريف جاله، صحيح جاب هدف جميل، وعبد القادر جاب هدف لكن جالهم فرص تانية. حمدي فتحي جاله قبل ما يخرج، بيرسيتاو جات له واحده اتصرف فيها بشكل كويس، ولكن يمكن لو حطها باتقان اكتر كانت واطيه، كانت رضا بره الجون راحت فوق القائم. كل الناس بقى اللي نزلت كمان، يعني طاهر جاله فرص، القندوسي جاله فرص، قفشه جاله فرص، يعني تقريبا كل المجموعه اللي كانت في الخط الامامي اللي لعبوا او البدلاء وبتوع نص الملعب. فكانت النهارده فرصه ان نجيب 5 6 جوان وبسهوله. الماتش الشوط الثاني اتفتح تماما، هو اصلا من الشوط الاولاني مفتوح، ولكن كمان الشوط الثاني تقريبا كل يعني حتى كابتن تامر غير من اسلوب لعبه وشال محمد اسماعيل من الديفنس اللي هو كان بيلعب 3 في العمق، بقوا 2 بس اللي هو كالوشا وصبيحه وعلي فوزي يمين، وغير داوود نزل احمد عيد ونزل زياده في نص الملعب وادى رفيق كابو كراس حربه تاني تحت اوفا، وبقى على اليمين نادر حواش وعلى الشمال عبد القادر عبد الرحمن عماد عشان يعوض الهدفين اللي دخلوا في مرماه. فنص الملعب والمدافعين كمان الخطوط اتفتحت اكتر، فالفرص تسهلت للنادي الاهلي. ففي زي ما قلنا اضاعه الفرص كانت من الحاجات اكيد اللي مستر كولر هيتكلم عليها، لكن من الايجابيات انه ناس كانت بعيده لعبت، ناس رجليها يعني ما كانتش موجوده في الملعب ابتدوا يخشوا تاني زي السوليه وقلنا وقفشه. يعني انا مش شايف الشوط التاني اقدر اتكلم عليه كتير غير انه طبعا ديانج النهارده على فكره قام بدور كبير. صح. وكمان احنا يمكن كنا بنتكلم على النقطه دي، كويس انا افتكرتها، احنا بنقول لما بنلعب لما بيلعبوا 3 في نص الملعب ديانج بيبقى واخد الجنب اليمين مظبوط، ومروان هو اللي امام المدافعين. وانا يمكن قلت لك قبل كده ديانج لما بيلعب هو رقم 6 صح، بيحس ان عرض الملعب بتاعه صح، لانه بيلعب على مسافه 30 يارده كده و30 يارده كده، هو عنده جهد كبير قوي، وده اللي حصل بعد خروج مروان.